ما تقدرش. اصل الاجتماعي كل الكلام ده، تمام. ايه اللي يثبت ان انت جاي من عند الله؟ لازم الله يقيم، لازم نعم يديك نعم وثيقه، نعم هذه الوثيقه بتبقى معجزه، نعم مش هيديك كارنيه مختوم، بيديك وثيقه معجزه نعم تخاطب بيها العقول تثبت لهم انك مرسل من قبل الله جل وعلا. وغالبا يعني بدون قطع كلام حضرتك بتكون فيما برع فيه هؤلاء القوم. الله ينور عليك. نعم يعني سيدنا ابراهيم نعم ألقى في النار نعم وربنا قال يا نار كوني بردا وسلاما، يعني شوف دقة القرآن اللي بيتكلم الله، نعم مش المسألة الله حي عبس جاي، نعم وسلاما، لأن لو نعم قال بردا بس يجمل، نعم نعم كوني بردا مع وسلام الاحتفاظ بسلامة إبراهيم، نعم بردا وسلاما على على إبراهيم، إبراهيم صلى الله عليه وهذا لا وسلم يقدر عليه إلا الله. سبحانه وتعالى. يعني النمرود اسمه ده، النمرود بن كنعان لما ألقى بسيدنا إبراهيم في النار، وجيء آزر أبو إبراهيم دخل يغوص في الرماد، لأن في العراق، هو عراقي سيدنا إبراهيم، نعم أهل العراق كانت المرأة إذا أرادت تحمل نادرت أن تجمع الحطب لإحراق إبراهيم، نعم والرجل إذا أراد أن يشفي أو يشفى من المرض الوفي نعم يندر أنه يلم حطب، صلى الله عليه وسلم. فأعلنوا في العراق تعبئة عامة، تعبئة عامة لإحراق هذا النبي العظيم. ربنا يرفع عنهم إخواننا هناك كل بلاء يا رب. آمين آمين اللهم يا رب آمين. العالمين. فألقي في النار، دخل آزر يغوص في الرماد حتى ذقني، نعم فوجد سيدنا إبراهيم قاعد على مائدة قدامه ما لذ وطاب من الطعام والشراب، ولم يحرق منه إلا الوثاق، الحبل اللي كان متكتف بي ورا ظهره عمال ياكل ويشرب. قال له إبراهيم أنت إبراهيم؟ قال له آه. قال له إيه اللي نجاك؟ قال له الله. قال له نعم الرب ربك إبراهيم، سبحان الله. في رواية استوصي به خيرا، خد بالك من ربنا، قال انا لا استوصي بيه خيرا نعم بل ربي يستوصي بيه خيرا. قوم موسى برعوا اللي هم كانوا في مصر السحر، نعم مصر كان في مصر، مصر مشهوره بالسحر، نعم ربنا اداله معجزه من جنس ما تفوق فيه القوم، ما هو المهم ان انت تتفوق على القوم من جنس ما تفوقوا فيه. نعم يعني ما ينفعش تيجي مثلا الاستاذ جراحه مخ واعصاب تقول له تلعبني ملاكمه ما ينفعش. او نعم أو تجري تعالى سبق نتكلم في الجلدية أو الأسنان مثلا. مثلا، تمام لا اقول تمام الجلديه ولا انه طبيب يعني نعم ايه هيستدعي الذاكره، نعم لكن ما تقولوش مثلا ايه تعالى نلعب مصارعه او نعم تعالى نجري، نعم لا انت عايز تتفوق على استاذ جراح مخ واعصاب في كانوا في مجاله نفس التخصص، في مجاله نعم وده من عظمه الله انه يخلي النبي يتفوق على القوم في نفس تخصصه، نعم والا ما لا قيمه للتفوق. ف سيدنا موسى كان في مصر، ومصر مسرح عمليات السحر كلها في وقتها في وقتها، نعم فربنا اداله العصا، فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين، فالقاها فاذا هي حيه تسعى. تسعى. العلماء بيقولوا ان معجزه موسى دي اكبر من معجزه عيسى في احياء الموت، نعم لان عيسى احيا بني ادم، هو اصلا نعم بني ادم، نعم فعمل له عمليه واحده بس تمت على هذا الانسان، واحياه باذن الله مش احياه نعم باذنه، نعم وابرئ الاكمه والابرص بإذنه واحيي الموتى بإذن باذن الله، الله نعم وإذ تخرج الموتى بإذني، بإذن بإذن نعم الملك. نعم المعجزة اللي هي بهرت الناس، أولا إحياء الموتى بالنسبة لسيدنا عيسى ما كانش بيحيي الموتى، يعني بيعدي على القرافة كده يقول لهم يلا يا إخوانا قوموا يلا إيه. نعم هو ده إن شاء الله هنتعرض إليك شبهة أخرى مستقلة إن شاء الله. ماشي. نعم بارك الله فيك. جزاك الله خير. نعم. أما بالنسبة هو أحيا الميت بإذن الله، هي حالة واحدة. نعم يعني إيه حالة واحدة؟ تمت على الميت حالة واحدة، إنه عاش. نعم وإنه بني آدم، رجع نعم عاش تاني. نعم أما موسى ده نعم قفز من المرحلة الجمادية